الوصفه الثانيه اللي هي سندويش اللبنه. لبنه اكيد سندويش اللبنه بالخبز العربي. بتجيب خبز عربي بنفتحه نصين تمام، وبعدين بنجيب اللبنه بندهن الخبز باللبنه وعندي هون مكدوس اكيد. المكدوس كثير طعمه رهيب مع اللبنه جدا. بنهرسه هيك مع اللبنه. يا سلام. وعندي هون الجرجير. اوه حلو، انا احب الجرجير كثير جدا. لازم يكون في شيء ورقيات. وعندي هون خبز محمصة، خبز مقلي او محمص، بنقدر يعني نشويه بالفرن يعني نقليه على الغاز مع شويه زيت. وطبعا بنكسر الفلافل بالطريقه هاي. يا سلام، مش الفلافل، عفوا الخبز. الخبز الله على القرمشه. الخبز، نعم نعم الخبز. طيب شنو ممكن تتاكل بالطريقه هاي؟ شنو ممكن نضيف؟ الترند هذا انتشر. شنو ممكن نضيف او نحذفه؟ الترند ده يؤخذ كما هو يعني، ولا عندنا حرية في التصرف في بعض الإضافة وبعض الخصم يعني من المكونات؟ هسا بعض المكونات زي ترند الفلافل بتقدر تحطي انت التوبينج اللي بدك اياه، بتقدر تحطي المكون اللي بدك اياه مثل بندوره، خيار، يعني ايش اللي انت بتحبيه بتقدر تحطيه. ونفس الشيء اللبنه كمان ترند اللبنه. طيب بتقدر تحط مكدوس، بتقدر تحط بندوره، خيار، زعتر برضه.